وللوقوف على استمرار المجازر والانتهاكات ضد المدنيين في العراق في وقت يتهم فيه المخبر السري بالوقوف وراء العديد من المجازر والاعتقالات لأبرياء في البلاد. معنا من عمان عبر سكايب الدكتور أيمن عاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله الكريم وحيا المشاهدين. حياك الله. وأيضا معنا عبر الهاتف من عمان أيضا الدكتور هلال الدليمي، الكاتب والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور. عليكم السلام. أهلا ومرحبا، حياكم الله. أبدأ معك دكتور أيمن. دكتور، هل يمكن اعتبار مجزرة جبلة وغيرها من الجرائم والمذابح التي ترتكبها القوات الأمنية الحالية انتهاكات ممنهجة ومقصودة، أم هي حادثة فردية ومعزولة بحسب السلطات الحكومية؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين الكرام. حياك. لا شك أن هذه الجرائم وتكرار هذه الجرائم وحدوثها بشكل متسلسل وبشكل ممنهج، لا شك أنها جرائم منظمة ممنهجة سائرة عليها القوات الحكومية بمختلف مسمياتها، وهنالك مواطن كثيرة في العراق وأصبحت شاهد على هذه الحقبة الزمنية التي أعقبت 2003 وحتى اليوم. مدن كبيرة دمرت، ملايين شردت، عشرات الآلاف غيبوا، مئات الآلاف زجوا في السجون. هذه كلها حقيقة، يعني لدينا آلاف الأدلة التي تدلل على أن ما يحدث في هذه في المدن العراقية تحت وطأة القوات الحكومية جرائم ممنهجة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تكون هذه الجرائم هي طبعا، وهذا يعضده طبيعة القوات الحكومية. العقيدة القتالية لهذه القوات، مرجعية هذه القوات، هذا كله يعضد ما ذهبت إليه. نعم. دكتور هلال، يعني المخبر السري يتهم اليوم في الكثير من القضايا، خصوصا قضية الأبرياء المعتقلين داخل السجون. ما هي الحاجة التي دعت السلطات بعد عام 2003 لاعتماد تقارير وإخباريات المخبر السري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولقناة الرافدين، وتحية للدكتور أيمن ولمشاهدي قناة الرافدين والعاملين عليه. حقيقة الأمر للحاجة بعد الاحتلال للعراق 2003 هو عملية الانتقام المنظمة التي تقودها الأحزاب التي كانت شريكة المحتل ودليلة المحتل على المواطن العراقي، وشاركت منذ البداية في عملية اغتيال المواطنين العراقيين وتصفية العلماء، ومن ثم تدرجت هذه العملية إلى كيفية الانتقام الطائفي الذي شنته القوات التي شكلت على هذا الأساس. لا ننسى أن كما أشار الدكتور أيمن أن العقيدة القتالية للقوات الأمنية والحكومية شكلت على أساس طائفي. نعم. وهذا لا ينكره أحد، يعني التشكيلة الدمج التي دوجت الناس الغير المهنيين مع العسكريين وأعطوا هؤلاء هم القيادة، ومن ثم تطورت الحالة إلى إرشاء الميليشيات وحتى إلغاء الجيش. كل هذا برزت الحاجة إلى وضع حقيقة نظام انتقام حقيقة لا يمكن أن يكون إنساني بأي صفة من الصفات، لأنه كما تفضل تقريركم بالبداية أن القانون الجنائي العراقي وقانون المحكمات العراقية لا يمكن يعتمد على مصدر غير خاضع لليمين الدستوري وغير خاضع للشهادة وغير معرف. احنا نعرف أنه المعلومات أو المخبر السري يأتي بمعلومات التي تهم الجانب الاستخباراتي أو الجانب السياسي المخابرات خلينا نقول، أما القضايا الجنائية والجرائم يجب أن تكون هناك أدلة. طيب. هذا الجرم حقيقة، هذا القانون واعتماد هذا المبدأ هو جريمة منظمة يتحملها كل من عمل بها ومن أفتى بها ومن
نعم، حقيقة دكتور أعطاها أيمن، الجانب الأكبر، لأنه نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الضحايا. نعم، هذا يعني طيب عشرات الآلاف من العوائل التي نكبت بهذا الفعل. طيب دكتور أيمن، لماذا القوى الأمنية تعتمد بالكامل على رواية المخبر السري أو وشايته وكأنها نص مقدس غير قابل للمراجعة؟ كريم، بكل الأحوال الاعتماد على المخبر السري دليل لا يقبل الشك أنه لا توجد دولة في تلك في ذلك البلد. توجد حكومة غير مسيطرة، حكومة فاقدة للسيادة، حكومة لا تستطيع حماية أحد. نعم، هذه في كل الأحوال، لكن الاعتماد على المخبر السري هذا يتماهى مع طبيعة الانتقام التي أشار إليها الضيف الكريم الدكتور هلال المحترم. فهذا هذه الطبيعة تقتضي الاعتماد على المخبر السري والتهم الكيدية وال يعني تنفيذ رغبات الأشخاص في المناصب التي يتولونها، وبالتالي بغض النظر عن العدالة وعن الحقائق وعن ما يجري في هذه الأروقة حقيقة من ظلم كبير يقع على الناس. لدينا يعني هذا المخبر السري أخي الكريم، الاعتماد عليه دليل على أن هذه القوات هي لا تبحث عن الحقيقة ولا تبحث عن إحقاق العدالة ومساعدة العدالة، إنما تبحث عن تنفيذ رغباتها. نعم، طبعا هذا لا يمكن أن تذهب الصبغة الطائفية من هذا الموضوع، وتعلم جنابك ويعلم الجميع أن القوات الحكومية هي عبارة عن بعد حل الجيش والأجهزة الأمنية الوطنية أصبحت عبارة عن ميليشيات تجمعت، وهذه الميليشيات هي المسيطرة. نعم، هنالك جزء من القوات الحكومية يمكن أن تكون لها مهنية معينة، لكن الكم الهائل من هذه الجرائم والكم الهائل من هذه الإجراءات التي لا يمكن أن تكون مقبولة لا قانوناً نعم، ولا عرفا، يعني حتى في العرف ايضا لا غير مقبوله. فهذا يدلل على ان الاعتماد على المخبر السري هو نهج سياسي في العراق بعد 2003 للانتقام من نعم الخصوم السياسيين وتنفيذ الرغبات الشخصيه. نعم دكتور هلال، أنت تكلمت عن شكل القوات الحكومية، لماذا أريد لهذه القوات التي شكلها الاحتلال الأمريكي بعد حل الجيش العراقي أن تكون خليطاً من ميليشيات طائفية؟ لأن المشروع الأمريكي عندما أتى للعراق نعم، يعتمد على منهج طويل الأمد، هو إفراغ المؤسسة العسكرية التي كانت تمتلك مهنية عالية، والجيش العراقي معروف في مهنيته وأنه كان حماية للوطن والمواطن، فأرادت إفراغ هذا المحتوى بكل ما تعنيه هذه الكلمة. لأنه عندما يتم زج الميليشيات في الجيش وأعطاها صفة العسكري وصفة الرتبة العسكرية بدون مهنية، هذا جانب. الجانب الآخر أن المشروع الأمريكي اعتمد بالأساس على التقسيم الطائفي للعراق، واعتمد على ما يسمى بالمنهج التقسيم الأفقي والعمودي للشعب العراقي مذهبيا وقوميا وإثنيا وما إلى ذلك. فهذا المنهج هو الذي اتبع في العراق، لأنه لا يمكن لجيش أن يعمل بإمرة المحتل الغازي لبلاده. فبالتالي جلب هؤلاء المرتزقة الذي أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومعروفين أنهم كانوا يحاربون الجيش العراقي أثناء حربه مع إيران، ومن يحاربني 8 سنوات تحت إمرة دولة أخرى ويأتي يحكمني الآن ويكون هو المسيطر وهو
الذي اعطته الولايات المتحده الامريكيه اليد الطوله في التعامل مع المواطن نعم العراقي، جاء لينتقم. وهذا الانتقام اصبح مربعا عندما دخلت هذه الميليشيات الى المناطق التي في بعد 2013 ونفذت مشروعا طائفيا بامتياز. وهذا النفس الطائفي يقوده رئيس الوزراء الذي قال نعم طيب جيش يزيد وجيش الحسين. إذا كانت النهج الطائفي لرئاسة الحكومة بهذا المنهج فلا نستغرب أنهما دونه كيف يتصرفون. وبالتالي المشروع متكامل، يعني الذي يعتقد أن المشروع الأمريكي جاء لكي يبعد إيران أو كلام، هذا الكلام كله غير صحيح، لأنه نحن نعلم وعلى أرض الواقع أن المشروع الأمريكي الإيراني مشروع متكامل. وبالتالي ما نشهده الآن من هذا النهج هو ضحيته المواطن العراقي في كل مكان. يعني لا ننسى أول جريمة ارتكبت في العراق تحت هذا الغطاء وتحت هذا المسمى، مسمى الإرهاب ومسمى هي جريمة الزرقاء، وهي لا تبتعد كثيرا عن ما تحدثتم به. دكتور أيمن، هل تعتقد أن السلطة يعني مستعدة لإصلاح هذا الجزء الأمني أو القانوني فيما يتعلق بالمخبر السري، لأنها سردية الظلم والأسف التي بدأت مع هذا النظام السياسي؟ أخي الكريم، الحكومات المتعاقبة في العراق يعنيها حقيقة يعني من المراقبة والرصد هذه السنوات الطوال. الحكومات المتعاقبة في العراق يعنيها إدامة الفوضى، يعنيها القانون غير العادل، يعنيها غياب القانون. فلذلك هذا الأمر ينسحب على جميع الملفات وجميع الحالات. الجرائم، هذه الجريمة نكراء وبشعة لكنها ليست الأولى، هنالك آلاف الجرائم المشابهة لها ارتكبت من قبل نفس الجهات، لكن مع ذلك لا يوجد إصلاح بين قوسين، ولا يوجد أي مسعى حقيقة لبيان حسن نية الجهات الأمنية الحكومية. الجهات الأمنية الحكومية أخي تفتقر إلى حسن النية في التعامل مع أبناء الشعب العراقي، وهي فاقدة للثقة بشكل كبير. وهذه الحادثة نسفت ما يعني بقايا بقايا ما تبقى من موقفها تجاه الشعب. ولكن مع الأسف الشديد طبعا لا أعتقد أن هذه المجزرة ستكون الأخيرة. نعم. وهنالك لماذا؟ لأن المعطيات هي ذات المعطيات، والنهج السياسي هو ذات النهج السياسي. نعم. فلذلك هي هذا ما ذهبت إليه الهيئة، هو نحتاج إلى تغيير جذري حقيقي يعبر عن طموح الشعب العراقي ويعبر عن آمال الشعب العراقي في هذا الموضوع. دكتور هلال، بدقيقة واحدة إذا تفضلت، رئيس الحكومة بعد مجزرة جبلة أعلن عن تشكيل لجنة لبدء بإصلاح القوات الأمنية برئاسة قاسم الأعرجي القيادي في ميليشيا بدر وما يسمى مستشار الأمن الوطني، هل ترى من أفق حقيقي لإصلاح الأجهزة الأمنية؟ والعنوان الذي اختاره ما يسمى رئيس الحكومة هو بحد ذاته يعني مهزلة بين قوسين، بأنه كيف يتم إصلاح الوضع الأمني للقوات الأمنية على يد ميليشيا أسست في إيران. يعني الكلام كله هذه اللجان التحقيقية والإصلاح الموعود، ونحن نتابع هذا الأمر حقيقة. هذا الكلام كله بعيد عن الواقع ولن يتم إصلاح أي شيء، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. وفي سؤال أخير إليك دكتور أيمن، هل سبب كثرة الأخطاء من قبل القوات العسكرية والأمنية هو حجم التحديات التي تتصدى لها وتعقيدات المشهد في العراق؟ قطعا لا أخي، هذه المشاكل والتحديات التي تواجهها القوات الحكومية هي تواجهها
القوات في أي بلد آخر حقيقة. وما يعني اليوم العالم كله فيه نفس المشاكل تقريبا، لكن تعامل القوات المهنية والقوات التي تنحاز إلى الشعب تعاملها يختلف تماما عن نعم المنوال الذي نراه في العراق. فلا يمكن أن يكون هذا سببا أولا. ثانيا أكرر هنا أنه سيرة القوات الحكومية والملف الحافل والمزدحم بالانتهاكات الكبيرة نعم والانتهاكات البشعة والفظائع الكثيرة لا يمكن أن يبرئ ساحتها لا بهذه المجزرة ولا بما سبقها من جرائم بحق المواطن العراقي وبحق المدنيين في العراق حقيقة. مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر سكايب في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك.